I think my little problem is here, like, yeah, basic problem with the analysis. If we have a habit, then most common in the world, we should have the analysis. Very logical, I think.
لقوا إن العيانين اللي عندهم هايبرتنشن في أكتر من 30% من جلساتهم الفيستولا ثرومبوزس ريسك تبقى ضعف. Although those patients suffer from lightheadedness, darkening of vision, nausea, vomiting, and cramps, yet it may be asymptomatic. وعشان كده لازم الواحد يبقى متقلق والضغط يتقاس كل ساعة على الدايلسيس، مش نستنى لما عيني يرسم ونقول ده كان عنده هايبرتنشن. وما نعتمدش على التمريض قوي، نفتش بنفسنا كده ونشوف الهايبرتنشن بنفسنا لأن ممكن يبقى asymptomatic. إيه الأكيوت مانجمنت؟ Putting the patient in a cadaveric position in order to raise his blood pressure as much as we can. The ultrafiltration rate should be stopped or decreased. The blood flow rate should be reduced. يعني الحمى بتقلله. لما بتقلل الحمى بتقلل الالترافلتريشن. لما كنت بتغسل الاسبيت بتقلل الاسبيت ترانسفير تو ذا بيشنت بتقلل الفيستولا سبيد. بتدي سلايد بولس او قلب ولكن لقوا ان مفيش فرق. القلب من الكوستي كان دكتور محمد مصطفى لسه بيتكلم على الكوست او ما يكون. ناس قالوا هايبرتونيك سلايد مش لا مش فارقه. هايبرتونيك الا لو في كرامس والعيان سيكتورتايز من جاب. نزل اكسجين قالوا مفيش فايده كبيره. طب ايه ثيرابيتيك انتريكيشن؟ وي تراي تو افويد انترداي ويت دي. نعلم العيان مش المفروض تبقى زايد اكتر من كيلو في اليوم. ونقول للعيان سولت ريستريكشن اهم من قله الشرب. قلل الملح قلل الملح. والناس مش عارفه فاكرين الملح بس في الطرشي والحاجات المخلله مش عارفين ان الملح في العيش وفي الجبنه الرومي. فلازم نفهم العيانين ده عشان جين اكسترا ويت. ونحسب الاكل الدراي ويت. ايه هو دراي ويت؟ هو الويت اللي اقل منه بتحصل ان اكسبتبل سيمتومز. اللي احنا كنا لسه بنقول نوزي وفومتنج وكرامس والحاجات دي. واحنا بنحسب الدراي ويت ده بالكلينيكال سنس. عادي يعني نبص على اللور ليمب ايديما على البلاد بريشر على الكريبيتيشنز على التولرنس للويت اللي احنا حاطينه. بس طبعا في طرق اخرى للاستيميشن اوف دراي ويت منها الميجرمنت اوف ذا انتيريو بينكيبال دايمتر بالالترا ساوند او بايو امبيدنس ديفايسز دلوقتي طالعه اللي بتحسب الاكسترا سيلولر فوليوم والانترا سيلولر فوليوم والتوتال بودي ووتر والديفايسز دي تبقى بيحطوها دلوقتي في الكف ويبقى كونتينيوس انترا دايمتك مونيتورنج للبودي ووتر. الحل الثاني ان ستادي كونستنت الترا فلتريشن. طبعا كل مكان في المزيد دلوقتي فيه الترا فلتريشن فيه ديفايسز تخلي الالترا فلتريشن ستدي وكونستنت. وموديلنج بروتوكول. موديلنج بروتوكول يعني ايه؟ يعني الالترا فلتريشن مي بي ات ذا بيجيننج اور ات ذا اند مش لازم يبقى ستدي وكونستنت. العيان اللي يهبط في الاخر ممكن اظبطه الالترا فلتريشن بتاعه بحيث فليكن يبقى في الاول العيان اللي يهبط في الاول اخليه يعني دي هي الموديلنج اللي مش وان سايز فيتس اول. البيانزيت صوديوم ليفل مش الحل هو ان انا نرفع البيانزيت صوديوم. لان رفعت البيانزيت صوديوم في سايد افكت زي بوست دايناميك ويت جين زي هايبر تنشن زي ثيرست. فمش هو ده الحل. الحل صوديوم موديلنج. صوديوم موديلنج يعني ايه؟ يعني نبتدي بهاي صوديوم وننزل فليكن 145 155 ونبتدي ب 138 عشان كده بيسموه صوديوم جريدينت دايز. طلعوا على السنتين قالوا لا وان سايز دازنت فيت اول زي ما الدكتور نصر الله كان بيقول. وقالوا احنا ممكن انديفيدواليز دايز الصوديوم والعيانين مش فري دايز الصوديوم ليفل بتاعهم كام نحاول نخلي دايز الصوديوم زي كده. وبعدين في بيجو ادفانس قالت لنا الليميتيشنز بتاعت الصوديوم موديلنج. حتى الصوديوم موديلنج اللي تبتدي بهاي صوديوم موديلنج وتقلل بالتدريج له ليميتيشن. ايه الكورليشن بتوين البلاد فوليوم والهايبرتنشن؟ هل لازم الناس اللي هم يبقوا ديهايدريت والترا فلتريت هم اللي عندهم هايبرتنشن ولا ممكن واحد يبقى مليان وعنده برضه هايبرتنشن؟ ممكن طبعا. طب اللي مليان ده لو انت زودت له الصوديوم بقى هيحصل له ايه؟ هيحصل له انترا دايريتك ويت جين وحاجه كده تاني. عشان كده مش فاكر واحد هو اللي المفروض يتشال. وطبعا دي بيجو جايد لاينز برضه قالت لنا ليميتيشنز ثانيه الفاريابيلتي اوف ذا صوديوم. وبقى حل اخر هو كومبينيشن اوف صوديوم موديلنج اند الترا فلتريشن. يعني الترا فلتريشن تنزل بالتدريج. انا هسحب 3 لتر هسحب 3 كيلو فيبقى كيلو ونص وبعدين كيلو وبعدين نص. او انترمتنت ستوب هسحب
below what the first happened, allowing plasma refilling. يعني هتعمل كده allow plasma refilling وتكومباين ده مع الصوديوم مودلينج. يعني تبتدي بهاي صوديوم والالترا فلتريشن شغال عالي في الاول وتنزل. فدي كلها حاجات عشان تخلينا نقدر نمانج او سيكونشال الترا فلتريشن اند ايزوبوليمتريك اند ايزوبوليميك سايز. يعني الترا فلتريشن لوحده ايزوليتد الترا فلتريشن. عايز اسحب العيان بثلاثه لتر اعمل له ثلاثه لتر الترا فلتريشن بس من غير ديفيوجن وكونفكشن الترا فلتريشن بس. وبعدين بعد كده اعمل دانسس من غير ولا حاجه زي خالص ايزوليتد الدانس. عندي ايه انك هتطول مده الدانس السيشن طبعا بس ممكن تطلع من غير هايبو تنشن اكسبيرينس. لور التمبرشر زي ما كنت لسه بتكلم من 35.5 ل 36 لو العيان يقدر يزوجرينكس. عشان قلنا ان الهاي تمبرشر تعمل فازو كونستريكشن فازو دايلتيشن فاللو تمبرشر تعمل تنكريز الفيمس تو. عيب انا كنت سامع ساعتها بعدهم شيلز وكونفلشنز وحاجات من هذا القبيل لانهم اون ذا اذر هاند وين تولريتد. ايه علاقه الهيموجلوبين بالبلاد فوليوم؟ العيان اللي مليان ماي الهيموجلوبين بتاعه ايه؟ واضح. العيان الكونتراكتد خالص الهيموجلوبين بتاعه ايه عالي؟ ايه رايكم نحط هيماتوكريت مونيتور؟ يعني احنا قاعدين نسحب في العيان والهيماتوكريت ما بيعلاش يبقى العيان ده لسه عايز سحب. ودي فكره الكريت لاين اللي بتوصل بالهيموجلوبين ماشين. العيان اللي عندهم اوتونوميك نيوروباثي ممكن تديهم ميدودرين وجرعه من 10 ملي جرام ل 40 ملي جرام والميدودرين اذا الفا الانرجيك اجونست. بينفع لو العيان ده ما ينفعتش. بينفع لو العيان عنده اوتونوميك نيوروباثي مش مستحب يتاخد. العيان اللي عنده كارديك اسكيميا مش مستحب يتاخد مع 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 الفا مع الفا الانرجي بلوكرز. هو الفا اجونست ما تحطش معاه الفا اجونست بي انتاجونايز اتش ار. سيرتالين از سيروتونين ريأكتيك انهبيتور برضه بيرفع البلاد بريشر. طبعا ايه الكارنتين برضه بيتقال بيرفع البلاد بريشر بس مش هيبقى البيت زي ما الدكتور نصر الله جاست منشن. وي افويد انترا دايركت فود انجستشن عشان ما يحصلش بلاكنج فازو دايركتشن وهايبوتنشن. دول العيانين دول مش لازم تاكل قوي اثناء الجلسه او تاكل خالص حتى. مينيمايز ايشو اسكيميا از يو جاست منشن ذات وين هيموجلوبين از لو هيموجلوبين از لو هيطلع هيحصل ايشو اسكيميا وهيطلع انيموزين وهذا الانيموزين هيعمل دايركتشن انهبت السيمباثيك نيرفس سيستم. فاذا ندي اريثروبويتين اخد انتوبيينز ونعمل بلاد ترانسفيوجن وريسنتلي طالع انيموزين ريسبتور انتاجونست كافيين. لما يقول لك الكافيين بيرفع الضغط لانه اذا انيموزين ريسبتور انتاجونست او انتاجونست ثاني اسمه اف كي 352 بيجربوه. العيانين اللي عندهم لاكو فازو بريسن ريليس ممكن يدي فازو بريسن انفيوجن بس طبعا ايفيدنس بيست وكوست بنفيت مش ناجح قوي. The use of bicarbonate rather than acetate hemodialysis. Avoid anti hypertensive medication اللي كان بياخدها before that. الحاجات البسيطة دي بحب ما انساهاش. High dialysate calcium concentration طبعا controversial لأن دلوقتي بنخاف من الفاسكولار كالسيفيكيشن وبنخاف من الدنس نيرفس. Consequences بتاعت الهاي دايليزيت كالسيوم ولكن ليها ميزة إنها بتزود الكارديو كونتراكتيفيتي sometimes. الدايليزيت مغنيزيوم برضه على كلام. وبعدين طبعا الكلام ده كله بستاديز وعمل كومباريتيف افيكاسي بس مش على عيانين كتير يشوفوا ايه اهم حاجات تعدينا من الهاي بوتنشال ده. لقوا ان هاي صوديوم دايزيز صوديوم موديلنج بتبتدي بصوديوم عالي 145 155 وتنزل. كول تمبرتشر دايزيز يعني برضه درجه حراره لو انا خبريت من غير ما يجي لك كذا. كل الحاجات دي كانت مفيده قوي. انما السيكونشال الترا فلتريشن اند ايزوبوليميك دايزيز يعني تعمل الترا فلتريشن لوحده ودايلسيس لوحده وتمد المده بتاعت الدايلسيس كانت sometimes associated with hypotensive يعني الحاجات الثانيه مور افكتيف. العيانين اللي they don't tolerate rapid ultra filtration الكرونيك الديبيليتيت ممكن تعمل لهم بريتونيال دايلسيس او دون نايم دايلسيس. فطبعا دي حاجات كلها مش حاجه واحده تنفع انما لازم نجرب حاجات كتير مع بعض. وفاينالي this is not the end nor the beginning of the end it may be the end of the beginning. حاجه جميله طبعا ساعتها.
بس يعني ما قدرناش مع كل الكوكب
مرتبة من السادة الأساتذة، وأنا بشكر الجنود كان أصل عيني الأستاذ رائح المتولى، الدكتور طارق، الأستاذ طارق ميار، الدكتور حسين الحشاوي، الدكتور عبد الله، أنتم أسعدونا وعرفوا يعني جلستونا هنا في المنصورة وأسعدوا الحكومة جزيلا. يا جماعة نلتزم بكرة من الساعة 9 الصبح في أماكننا. يعني أيوة دكتور، في سجادة موجود معاكم في آخر صفحة، حروف إيه؟